بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, آج جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ دعائیں لازمی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی, ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی. دوستو, آج میں آپ کو اس قسم کی دعائیں سکھاؤں گا, اگر وہ آپ دعائیں پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر ایک, لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني سبحان الله وبحمده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت. اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وخلف علي كل غائبة بخير. نمبر دو, الحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا سبحان الحليم الكريم. إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا عزيز يا جبار يا متكبر, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله, ولا ملجا من الله إلا إليه. الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. صلى الله على سيدنا محمد. نمبر تین, استغفر الله ربي وارحمني. استغفر الله واساله التوبه. صلى الله عليك يا نور رحمك الله كما ربيتني صغيرا. يا ذا الجلال والاكرام, يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض, يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم. يا الله يا رحمن يا رحيم.
يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغي العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي الكيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله وأسأله التوبة صلى الله عليك يا نور رحمك الله كما ربيتني صغيرا يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مصفب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا حي يا قيوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي مارك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام پیارے دوستو آپ نے ان دعاؤں کو دن کے کسی وقت بھی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے آپ نے خود بھی ان دعاؤں کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی ان دعاؤں کے بارے میں ضرور بتائیں اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو رزق کی تنگی ختم ہوگی رزق میں وسعت آئے گی برکت آئے گی اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو لازمی پڑھ لیجئے گا پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سید اسلامک ٹی وی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیجئے گا تمام دوستوں سے ہم التماس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے